وفي شويه تفاهمات جدا بحال اللي كنقولوا غنترجمها بالعربيه وما نفهمها بالحق. ربيتوني قلت لي فوالا انا سمع هذه المغرب دابا خصك تجمع راسك شويه. دونك دابا اش غنجي نفرح ما درنا والو؟ ما كنتش انكيا اللي درنا تعادل في الدار مع الحسيمه وماشي فرحان اللي ربحنا الراجل باسكو ما درنا والو. كنفتش دوبي ديبي لا سيزون ما نكذبش كنفتش على الفرقه اللي تقدر تعطي لي لا كونفيونس لو سيستيم اللي غيجي معنا مع اللعابه اللي عندي. كتعرفوني كيعجبني نلعب 4 3 3 مازال ما جبرت الدراري باش نلعبوا في هذا السيستيم. دونك كتادابتا لعبنا 3 5 2 لعبنا 4 4 2 اليوم 3 4 3 على الادفيرسير. كنفتشوا بحال اللي قلت الدراري اليوم كلشي محلول اللي باغي يلعب خصو يتقاتل على بلاصتو. شفتو بن علي الدخال الوالد عنده 20 سنه يا بلو دو تيتولير في الفرقه قلت الدراري يعني جو فو اون ايكيب على ليماج دو كلوب اللي بغينا نبنيو خصهم الدراري فيهم الجوع الفتح ماشي فرقه اللي غتجي ترتاح واللي باغي يرتاح غيبعد من الفرقه. وكتعرفوني انا عندي ديك الكاركتير. دابا الدراري يمكن كاينين شي واحدين اللي ما كانوش قبلوها فهموها اليوم بانوا لي فهموها تقاتلوا هادشي اللي بغينا حنا. الجمهور ديالنا كيستنى من الفرقه ديالنا غير تقاتل يشوفوا الدراري كيتقاتلوا في الدقيقه الاخيره كانوا واخا يخسروا اليوم مع الرجاء الجمهور غيفرح. دونك هادشي اللي بغينا الماتش اللي درنا ضد وجده وضد الوداد ماشي هي الفتح اللي كتدخل التيران باش تخسر ما تقدرش دير هادشي في البطوله. من بعد قلت لك شرف دابا عندي 43 سنه على الله تشوفوني مع 50 سنه نكون عندي شويه الجهد في الطاقه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.